يمكن الآن لزائر العاصمة اليابانية طوكيو تجربة الواقع الافتراضي عن طريق الذهاب لمركز ترفيهي جديد يفتتح يوم الجمعة في جزيرة أودايبا. المركز يسمى VR Project وقامت بتطويره شركة بانداي نامكو، ويمكن للزائر ارتداء معدات الواقع الافتراضي التي صممت لإتاحة جميع التجارب الحسية الواقعية الممكنة سواء كانت مخيفة أو صادمة أو سارة. ويدفع الزائر مبلغا يتراوح ما بين 700 إلى 1000 ين لاختيار التجربة الافتراضية التي يريد المرور بها سواء كان هذا قيادة السيارة أو دخول منزل مسكون بالأشباح. واجتذبت التجربة ردود فعل الصحفيين الذين اختبروها قبيل افتتاح المركز، والذين عبروا عن استمتاعهم بالسيناريوهات المختلفة التي يتيحوها، حتى أنهم ظلوا يشعرون بالرشفة حتى بعد انتهاء التجربة. المدير العام لشركة بانداي نامكو كونيهيسا ياغيشيتا: كل واحد منا يمتلك شغفا ما لكنه لا يقدر على تجربته في الواقع إذا كان هذا يهدد حياته، وفي هذه الحالة نحاول توفير هذه التجارب لمن يريدون المرور بها من خلال الواقع الافتراضي وأدوات التجارب الحسية. وعلى الرغم من أنه من المفترض أن يستمر المركز في عرض تجربته لستة أشهر فقط، فسيتم إضافة تجارب أخرى خلال العام الجاري للحفاظ على الواقع الافتراضي ممتعا ومشوقا. زياد إبراهيم، رويترز.